سعادة الدكتور فايز الشهري عميد كلية اللغات والترجمة، الطلاب المبدعون الكرام، أيها الجمع المبارك، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن اليوم نلتقي بكم ضمن برنامج عمادة السنة التحضيرية للتعريف بالتخصصات الجامعية والممثلة ببرنامج مساري يترجم الجهد المشترك بين كليات الجامعة، مشكورة بالتعاون مع عمادة السنة التحضيرية وذلك بدعم ومتابعة الدكتور نامي بن فرج الجهني عميد السنة التحضيرية لجامعة الملك سعود التحضيرية ووكلائه الكرام. نتشرف في هذا اللقاء المبارك بتقديم سعادة عميد كلية اللغات والترجمة وضيوفه الكرام لينير لنا الطريق في عالم اللغات والترجمة. كما نؤكد عليكم أيها الحضور الكرام على كتابة أسئلتكم على الورقة الموزعة عليكم ليتمكن من العميد الإجابة عليها في نهاية اللقاء، فليتفضل مشكورا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحقيقة أنا سعيد بتواجدي مع أبنائي في عمادة سنة تحضيرية. أشكر سعادة العميد والزملاء القائمين على مثل هذا اللقاء الذي مهم جدا لأبنائنا، مهم جدا أن أعلم ماذا يكون التخصص الذي سوف أختاره، وأختاره عن قناعة وعلم. فأشكر للسنة التحضيرية مثل هذه المبادرة المهمة. أنا وزملائي المنسقين للغات العشرة التي تدرسها كلية اللغات والترجمة نتشرف بهذا اللقاء معكم، ومستعدين للإجابة على أي تساؤل في التخصصات العشرة التي تحويها كلية اللغات والترجمة. قبل أن نشرف بأسئلتكم اسمحوا لي أن على عجالة أن أقدم كلية اللغات والترجمة. هذه الكلية إحدى كليات جامعة الملك سعود، وتعد أولى الكليات التي تعنى باللغات والترجمة إنشاءً في دول الخليج العربي، ليس في السعودية فقط ولكن كذلك في المنطقة الإقليمية. أنشئت كلية اللغات والترجمة كمركز في عام 1379 هجرية، أي بعد إنشاء الجامعة فقط بسنوات بسيطة، ثم تحول في عام 1411 إلى معهد اللغات والترجمة. في 1415 هجرية تحولت إلى كلية اللغات والترجمة. في عام 1432 هجرية أعيد هيكلة الكلية لتصبح أربع أقسام: القسم الأول قسم اللغة الإنجليزية والترجمة، القسم الثاني قسم اللغة الفرنسية والترجمة، القسم الثالث قسم اللغات الحديثة والترجمة، ويضم هذا القسم ثمان لغات: اللغة الروسية، اللغة الألمانية، اللغة الأسبانية، اللغة الصينية، اللغة اليابانية، اللغة التركية، اللغة الفارسية، واللغة العبرية. إذن قسم اللغات الحديثة والترجمة يضم ثمان لغات، وقسم للدراسات العليا قسم اللسانيات ودراسات الترجمة. هذه أقسام الكلية الأربعة. دراسة في كلية اللغات والترجمة بما فيها السنة التحضيرية هي الكلية الإنسانية الوحيدة التي مدة الدراسة فيها خمس سنوات، ومقررات اللغة الإنجليزية في السنة التحضيرية تعد الكلية الوحيدة والتخصص الوحيد في الجامعة الذي مقررات اللغة الإنجليزية امتداد لمقررات اللغة في أو الخطة الدراسية في كلية اللغات والترجمة، بمعنى أن المقررات التي فعلا تدرسها 20 ساعة في السنة التحضيرية سوف تكون مسار فرعي لك لأي لغة تدرس فيها في اللغات التسع عدا الإنجليزية. طبعا اللغة الإنجليزية تتعدى لك بشكل آخر. هذا بالنسبة للمدة الزمنية. طيب، ماذا يميز تخصصات اللغات والترجمة عن غيرها من التخصصات؟ جميع التخصصات في جامعة الملك سعود وأي جامعة أخرى في المملكة العربية السعودية مهمة جدا،
مهمة جدا، ولكن تتفاوت الأهمية من تخصص لآخر بمدى عدد الوظائف المتاحة، ما مدى الآفاق المتاحة، ما مدى تفوق الطالب في هذه في هذا التخصص. نصيحة أبنائي الأعزاء، سواء أتيتم ومرحب بكم جدا إلى كلية اللغات والترجمة أو أي تخصص آخر، ترى من سيوظفك هو مدى مهارتك وقدرتك وتخصصك في تخصصك الدقيق. ليست الشهادة ولا المعدل هي مهمة، ولكن ترى من فعلا سيخلق لك وظيفة المستقبل هو مدى تمكنك من تخصصك، فأخذها معيار أساسي في حياتك الدراسية. طيب، لماذا أذهب إلى كلية اللغات والترجمة عن غيرها؟ لأن فعلا فيها مميزات مهمة لا يشاطرها أي تخصص آخر. إن نظرنا من الإمكانات، فيوجد في كلية اللغات والترجمة إمكانيات أعضاء هيئة التدريس من جميع من معظم جنسيات، من جنسيات مختلفة، يحملون شهادات من جامعات عالمية مهمة ومرموقة ومختلفة، سواء من الصين أو من اليابان أو من روسيا أو من ألمانيا أو من أسبانيا أو من فرنسا أو من كندا أو من أمريكا، من بلدان أخرى. لن تجد الثقافات، تجمع هذه الثقافات اللي في كلية اللغات والترجمة. إذن من مشارب متعددة، من ثقافات متعددة، من معارف متعددة على مستوى أعضاء هيئة التدريس. الإمكانيات، كان الكلية شرف أنها كانت أول كلية رقمية بين كليات جامعة الملك سعود، ويوجد فيها إمكانيات تقنية لا تقل عن الإمكانيات اللي أنتم فعلا تشاهدونها وتستفيدون منها في السنة التحضيرية. طيب، الوظيفة، أي طالب يلتحق بتخصص من حقه أنه يسأل هل فيه إمكانية بعد تخرجي 4 أو 5 سنوات أنا أجد وظيفة لهذا التخصص، وأي مرتبة؟ السؤال الأهم أي مرتبة، خذوها فعلا، هذا السؤال مهم جدا لاختيار كلية اللغات والترجمة. إنك تجد وظيفة، أنا قلت لكم أن المهم هو الشخص الذي يخلق مستقبله، مستقبل وظيفته بمدى تمكنه من تخصصه، هذا متفقين عليه لكل التخصصات. ولكن أي مرتبة، كلية اللغات والترجمة، خريج كلية اللغات والترجمة الوحيد من جميع التخصصات في الكليات الإنسانية وبعض التخصصات في العلمية الذي يوظف على المرتبة السابعة، السلم الثالث. إذن لن تجد أي تخصص إلا كلية الهندسة تشاطر من هذا المرتبة. إذن المرتبة هي المرتبة السابعة لخريج كلية اللغات والترجمة. طيب، أين أجد وظيفتي؟ تجد وظيفتك في كل القطاعات، سواء عسكرية أو مدنية، وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، وزارة الحج والأوقاف، وزارة الشؤون الإسلامية، وزارة الإعلام، جميع الوزارات تحتاج للمترجم والترجمة. كذلك أي وظيفة، وظيفة العصر الحديث، من أهم المهارات ومن الأدوات الأساسية للموظف المستقبل أو الحالي أن يجيد لغة. إذن إذا عندك لغة، إذا ما وجدتها ترجمة تستطيع فعلا، هي تكون لك سند بعد الله أنك تعمل بها في أي مكان، سواء قطاع خاص أو عام، علاقات عامة، في البنك، في أي مجال من المجالات هذه. ولكن برضو انتبهوا لمن يأتي إلى كليات اللغات والترجمة، سوف يوظفك مدى تمكنك في اللغة. الشهادة والمعدل تأتي لاحقا، ليست اللغة أهم.
فما مدى تمكنك من اللغة هي الذي بتخليك تحصل على وظيفة وفي أسرع وقت، وتختار أنت وظيفتك المستقبلية بإذن الله. يوجد في كلية اللغات والترجمة برامج لا يشاطرها أي كلية ولا أي سواء داخل جامعة الملك سعود أو خارج جامعة الملك سعود، برنامج التوأمة. ما هو برنامج التوأمة؟ الطالب الذي يأتي من السنة التحضيرية لا بد أن يقضي عندنا فصلين دراسيين، يعني الفصل الثالث أو المستوى الثالث والمستوى الرابع. طيب وبعدها فيه مقاعد لكلية اللغات والترجمة لكل اللغات العشر، 150 مقعد طبعا حسب اللغات والإقبال عليها توزع، ويختار المتميزين، ونأتي من المعدل هنا، المعدل هو الذي يعمل المعدل ومعايير أخرى، انضباطية الطالب، جديته، موافقة ولي أمره، يقضي المستوى الخامس والسادس في بلد اللغة. أي من اختاروا اللغة الصينية يروحون الصين سنة كاملة وعلى حساب الوزارة، وزارة التعليم العالي ضمن برنامج خادم الحرمين. هذه الكلية بدعم كبير من إدارة الجامعة أنه فعلا هذا برنامج خاص بكلية اللغات والترجمة. إن اخترت أسباني فتروح أسبانيا، فرنسا فرنسي فرنسا، ياباني اليابان، إنجليزي كندا أو أمريكا، روسيا روسيا، ألمانيا ألمانيا. أوكي. عدا اللغتين العبرية والفارسية فلها برنامج آخر، لكن اللغات الثمان الأخرى كل حسب الدولة التي هي الناطقة بهذه اللغة. ما ودي أخذ من وقتكم كثير، ولعل أثناء المناقشة ممكن فعلا نتحدث في أشياء كثيرة، طبعا حنتحدث أثناء النقاش، لكن قبل ما نبدأ النقاش اسمحوا لي برضو كل زميل، نبدأ من الدكتور أسامة يقف أمامكم ويقدم اللغة اسمه واللغة التي يتحدث بها. تفضل الدكتور. نبغاها نبغاها بالفارسية يا دكتور. شكرا دكتور. دكتور حسنين. تفضل دكتور. والله أحسن على الميكروفون عشان ضاجعهاو 沙特国王大学语言学网中文系的系主任. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دقيقة دكتور، اختبار أي لغة هذه؟ تفضل يا دكتور. اليابانية؟ من اليابانية؟ طيب ما راحش بعيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم دكتور حسنين منسق اللغة الصينية بكلية اللغات والترجمة جامعة الملك سعود، سعداء بوجودنا بين حضراتكم، ونتمنى إن شاء الله لكم التوفيق في أي مسار وفي أي تخصص سوف تكونوا فيه بإذن الله. شكرا دكتور. شكرا دكتور. Schönen guten Tag, mein Name ist Shaker Erfai. Ich bin Koordinator von der deutschen Abteilung Deutsch. نفس السؤال. روس. Wir haben in Deutschland, wir haben Mercedes, wir haben Audi, wir haben Volkswagen, wir haben Kinderschokolade. تفضل دكتور سهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شاكر الرفاعي منسق برنامج اللغة الألمانية. أهلا وسهلا بكم، أتمنى نشوفكم إن شاء الله معنا في ألمانيا إن شاء الله. تفضل شكرا دكتور. دكتور شهاب. كونيتشوا. هاي واضح. فارس تو موشيماس. يوروشيكو نيغايشيماس. ぜひ日本学科に来てください。すごく面白く勉強できると思いますので、お待ちしています。よろしくお願いします。
أعتقد عرفت اللغة ولا لسه في حد عنده شك؟ اللغة اليابانية طبعاً. أهلاً وسهلاً بكم وفرصة طيبة. شهاب فارس معكم منسق البرنامج اللغة اليابانية. نسعد إن شاء الله بوجودكم. لمن يرغب وعنده اهتمام بتعلم اللغة اليابانية أو حتى عنده اهتمام بتعلم اللغات بشكل عام، إن شاء الله تكون فرصة طيبة، فرصة للتميز، فرصة للتعاس اليابان، فرصة للدراسة بأريحية وبجو جميل إن شاء الله، وللتعرف على اليابان والثقافة اليابانية. شكراً لكم. أستاذ عبد الرحيم. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra universidad y a nuestra facultad de letras, de lenguas y traducción. Me llamo Dr. Abdelrahim Wahman, coordinador de la lengua española. Assalamu alaikum. أرحب بكم وسعيد بتواجدي معكم في كلية. فأرحب بكم في برنامج اللغة الإسبانية، وأتمنى لكم التوفيق إذا اختاريتوا اللغة الإسبانية، لأن حزكم فرصة لتعرف على الثقافة الإسبانية واللغة الإسبانية التي يتم تحدث بها إلى حد الآن في 22 دولة، وأتمنى التوفيق للجميع. Добрый день всем. Меня зовут доктор Мухаммад Джибали, координатор русского языка. Руси. Ахлан бику фи барнамиг аллуга русия. Ана мин бафтикр вана адуку кеда фи сен кунт عايز اتعرف على اللغه. بعد 5 سنوات ما درست اللغه الروسيه، شايف ان انا محظوظ جدا بتعلم اللغه الروسيه واللغات عموما. فانا انصحكم كاخوه انكم تنضموا للكليه، هتتعلموا كتير جدا، مش بس لغه ولكن ثقافه. واهلا بكم في كل الاحوال في كليتكم، وهنقدم لكم كل الدعم في كل الاحوال كطلاب وكاخوه لينا ان شاء الله. شكرا جزيلا. دكتور الصادق. بونجور. سا فا بيان؟ Vous allez bien? Je suis Sadiq, je m'appelle Sadiq Ousmane, je suis coordinateur du département de français à la faculté des langues de traduction. Je suis très heureux de me trouver ici avec vous dans les murs de cette grande salle. Je vous souhaite toute la réussite possible dans votre lancée dans cette université. Mais j'espère bien que votre choix portera sur la faculté de langue de traduction et notamment pour le département de français. Et vous serez bien accueillis et bien dirigés. Merci beaucoup. L'ism Sadiq Abdullah Osman, منسق قسم اللغة الفرنسية. أنا أتمنى لكم يعني أول شيء يعبر عن سعادتي بوجودي هنا معكم في هذه الكلية وفي هذه القاعة، وأتمنى لكم كل التوفيق والسداد في مسيرتكم الدراسية. نتمنى أن يكون اختياركم لكلية اللغات والترجمة لا سيما قسم اللغة الفرنسية. شالوم شالوم. באמת אני שמח להיות כאן במקום הזה ולקבל את בניכם גם בפקולטה שלנו, פקולטת השפות והתרגום, חוג השפה העברית. שמי מוחמד סאלח, רכז השפה העברית. באמת, כן, שפה העברית, מוחמד סאלח, מנסח ברנמג' ללוגה לעבריה בכלי תלוגת ותרג'מה. נסעד נשוף כפי כולייתנה, מולתקה שכפת ומולתקה לוגת וחסותם פי ברנמג' ללוגה לעבריה. אהלן ביקום. Good afternoon, everybody. I think I don't need to talk about the English language, its importance, its
demand in the job market, especially in Saudi Arabia. I don't want to defend English. It is spoken by all people on the internet. It is spoken by all users of the internet. You need to have English to use the internet to blog and to communicate with the others. You're welcome to the College of Languages and especially the English department. Do you want me to speak in Arabic now? As you like. As you like? Yes. طالب بيسأل أستاذ. الأستاذ كاتب قدام اسمه ألف دال. قال له إيه دكتور يعني ألف دال؟ قال له أجدع دكتور. دكتور بشير العسوي من قسم اللغة الإنجليزية وألف دال بالمعنى اللي كتبكم عليه. قسم اللغة الإنجليزية يمتاز عن بقية أقسام الكليات الموجودة بالمملكة كما تفضل سيادة العميد. هناك قسم اللغة الإنجليزية في آداب الملك سعود. هذا القسم يدرس أدب وأنا أستاذ أدب أصلاً، لكن في كلية اللغات والترجمة نحن ندرس الطالب كيف يترجم ونعلمه اللغة الإنجليزية في الأربع مستويات الأولى. هناك كلية لغات في جامعة الإمام لكن لها طبيعة خاصة، طبيعة دعوية والتوجه إلى العالم الإسلامي. هناك كلية لغات في جامعة نايف لكنها للدراسات العليا فقط. نحن التقينا بطلاب التحضيرية من سنتين وكان بعض الطلاب لا يعرفون الكثير عن بقية اللغات زي ما سمعنا النهاردة الأساتذة، والعميد أحسن الاختيار أنه خلاني في الآخر لأن اللغة الإنجليزية مش محتاجة دعاية. أهلا بكم في قسم اللغة الإنجليزية، ستجدون ما يسركم وما تدرسوش معايا لما تيجوا لأن هتتبسطوا. شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله. أدم محمد البلادي ترك شاب بلومن باشكاني أرانزدا بلوم مكتب مطلوك ديورم. اسمي محمد البلادي. وش اللغة يا شباب؟ وش اللغة؟ ممتاز. محاضر في قسم اللغة التركية ومنسق البرنامج. نسعد تواجدكم معنا إن شاء الله. أي استفسار إحنا موجودين. صوت. تكمن أهمية اللغة التركية في أمرين. الأمر الأول، الباحث في التاريخ العربي الحديث لا غنى له عن دراسة اللغة العثمانية. والأمر الثاني، أهمية تركيا حاليا وبزوغها اقتصاديا وسياسيا و تطور علاقات تركيا مع المملكة العربية السعودية، فهذا يستدعي وجود متخصصين في اللغة التركية لملء الفراغ الموجود حاليا، ونتشرف بوجودكم معنا. طيب الآن نفتح يعني برضو مناقشة إذا في أي واحد عنده سؤال. سمعت مقدمة عن الكلية وكل زميل من البرنامج تحدث عن لغته. إذا فيها أي أسئلة ممكن أسئلة مباشرة أو عن طريق الأوراق. طيب كم السلام عليكم. طيب أنا بألقي السؤال المكتوب، وفي حالة أنه يكون إذا كان لغة معينة الزميل اللي في اللغة بيجاوب عنها. أوكي؟ طيب هل يمكن أنني أخذ أكثر من لغة خلال مرحلتي الدراسية؟ طبعا إحنا الخطة الدراسية فيه ماينر وميجر اللي هو التخصص
الرئيس حتكون مثلا انجليزي، ولكن التخصص الفرعي حيكون فرنسي، هذا الزامي. اما بقيه اللغات الفرنسي على الروسي الصيني الياباني جميع اللغات البقيه اللي هي 9 لغات، فالتخصص الدقيق اللي هو مثلا فرنسي، ولكن الفرعي هو انجليزي. فلجميع اللغات الاخرى الانجليزي بالاضافه الى اللغه الاخرى، واضحه؟ اذا الانجليزي فرنسي، بقيه اللغات انجليزي، لكن لا يستطيع فعلا انه يدرس لغه اخرى، لا، لانه حتى نظام الجامعه اذا اخذت درجه معينه خلاص لا تستطيع انك تعيدها في نفس الجامعه. اوكي، طيب، نعم. تفضل. دكتور، يعني لو اخذت مثلا اللغه الاسبانيه كمثال، نعم، يدخل معها اللغه الانجليزيه؟ نعم، هذا هو، نعم، يعني هذه، نعم، تكون الميجر اللي هي اللغه الاسبانيه، والماينر اللي هو الانجليزيه. بس الانجليزيه ممكن تكون عندي يعني بشكل مش مثل اللي ياخذ اللغه الانجليزيه كاساسي. لا لا طبعا اكيد هي بتكون فرعيه مساعده، لان المترجم يجب يكون عنده اكثر من لغه. نعم، طيب، ما هي مجالات التوظيف في المستقبل لكليات اللغات والترجمه؟ احنا تكلمنا جاوبنا عليها في البدايه وقلنا انه جميع القطاعات العامه والخاصه كمترجم او علاقات عامه او حتى في الاداره. اللغه هي من اهم مهارات الوظيفة، وظيفة المستقبل، فيكفي ان عندك لغة وتستطيع ان توظف بها في اي قطاع. طيب، نعم، تفضل. السلام عليكم. السلام. شوف، انا انصح اي طالب عنده لغه، يعني مثلا عنده الانجليزيه، لا يروح للغه الانجليزيه، يروح للغه اخرى حتى يكون فعلا عنده لغه اخرى. بالنسبه لمثل مثلا اذا الاسبانيه، انا ما ادري، ما استطيع اني اقيس درجه اللغه اللي عندك في الاسبانيه البرنامج اللي هو، لكن اردت مثلا تقول والله انا بتخصص في الاسبانيه، انا عندي مبادئ واحاول فعلا اطور، هذا ممكن تكون تساعدك. إذا أنك تبغى أنت تكمل في نفس البرنامج، في إذا أنك درست اللغة من جامعة معترف بها مثلا إسبانية، في اللي هي يسمونها اللي هي المعادلة، تقدم ما درست من مقررات القسم المعني، البرنامج المعني هو ينظر لها من خلال لجنة المعادلات إذا كان فعلا ممكن أنك، وفيه طلاب مثلا على سبيل المثال طلاب جونا من فرنسا وعدل لهم المستويات 3 والرابع والخامس والسادس وانتقلوا مباشرة إلى المستوى 7، أتوا بالمقررات من معتمدة من خلال التوصيف المقرر اللي درسوا إلى آخره. طيب، اختيار اللغة اختياري أعلى من المعدل أو أعلى المعدل، اختيار اللغة اختيار، طبعا شوفوا على أساس أن الجواب على السؤال هذا، ما هي شروط الكلية للالتحاق بها؟ طبعا كل اللغة الإنجليزية طبعا عند الأولاد 4 وعند البنات 4.5، لأنه في طلبة عالية جدا للبنات كمعدل السنة التحضيرية. بقية اللغات 3.75 هذا بالنسبة للمعدل. فيه كذلك شرطين آخرين، اللي هو الشرط الأول لكل اللغات، وهو يجب أن يكون عندك في مقرر اللغة الإنجليزية A و A بلس، كل ما كان A و A بلس تكون حظوظك أكبر من B بلس، واضح؟ لأن إحنا يهمنا الإنجليزي، المقررات الأخرى مهمة لكنها الإنجليزي امتداد للي عندنا. في بعض البرامج أضافت المقابلة الشخصية عشان عندها إقبال كبير، فممكن عشان تساعد لها. طبعا تعلمون إشكالية الترجمة تقوم على مهارات تتطلب الحواس، خصوصا حاستي السمع والبصر، هذه مهمة جدا. فإحنا لا ننصح، هذه فئة عزيزة علينا ويجب فعلا فتح المجالات لها ومساندتها،
ولكن من أعطيناهم فرصة، ولكن واجهوا صعوبات كبيرة لأنها تتطلب تقنيات معينة افترض أنها توفر لهم حتى. فإحنا تواصلنا مع الجهات المعنية في دارة الجامعة، إذا استطاعت توفر مثل هذه التقنيات وهذه الأدوات لهذه الفئة العزيزة علينا والمهمة نرحب بها، في غيابها تظل عقبة وعقبة كبيرة في أنه فعلا يدرس اللغة بسهولة. طيب، أعضاء هيئة التدريس من نفس الجنسيات اللغة، فيه كذا وكذا، فيه من جنسيات عربية ومن فيه من الجنسية من نفس اللغة أو البلد الذي الناطق باللغة. طيب، كم المعدل لازم؟ احنا تكلمنا عنه، اوكي المعدل. طيب كم المعدل برضو تكلمنا عنه، كم المعدل برضو تكلمنا عنه، كم مقعد موجود للغة الروسية؟ طبعا هي اللي هو يقصد مقعد للبتعاث اعتقد. طبعا اللغة الإنجليزية والفرنسية لها مقاعد أكبر بحكم عدد الطلاب الكبير فيها. طبعا برضو اللغات، بعض اللغات المقاعد التي توفر لها في برنامج التوأمة اللي هو الابتعاث لسنة يغطي كل البعثة، فربما بعض اللغات ما فيها إلا 15 طالب فال15 يروحون، وحصلت مع اللغة الصينية مثلا راحوا 20 طالب ولا لا يا دكتور؟ نعم. فبالإضافة إلى أنه فعلا حسب التخصيص، إذا كان السؤال أنه إحنا نستقبل ما عندنا مشكلة، عندنا جميع اللغات يعني ممكن في سعة إلى 35 طالب عدا الإنجليزي والفرنسي. الإنجليزي والفرنسي برضو إذا فعلا الإنجليزي حوالي 100 والفرنسي حوالي 80، فإذا زاد العدد حسب توفر أعضاء التدريس وحسب المقاعد إلى أول قاعات. كم أقل معدل؟ إحنا تكلمنا عن المعدلات. طبعاً عدد الخطة الدراسية هي 164 ساعة، أوكي 164 ساعة تحتسب من ضمنها السنة ليش التحضيرية. طيب، ما الفرق بين شهادة كلية الآداب؟ طبعا في الخطة الدراسية برضو عندنا اللي هي يسمونها كريدت أورز وكونتاكت أورز، تعرفون الفرق، فهذه الذي فعلا فيها زيادة شوية عندنا، لكنها عندنا معامل مثلا في معامل اللغة عشان الساعة هذه تروح تتدرب أكثر على المهارات اللغة، عندنا ملتقى اللغات والثقافات إذا في مقررات في الثقافة، عندنا اللي هو معمل الترجمة الفورية الاسيميليشن المحاكاة برضو تتدرب في الترجمة الفورية والمؤتمرات أثناء المؤتمرات وكذا إلى آخره، فهذه اللي ممكن فعلا توظف. نعم تفضل. طبعا لا، انا فهمت سؤالك، لا في عندنا مسار واحد فقط في الانجليزي اللي هو مسار تربوي بالتعاون مع كلية التربية. كلية التربية هي التي تستقبل الطلاب واحنا ندرس، احنا عندنا القاعة والاستاذ والكتاب، عندنا ثلاثة الاشياء هذه. اما نعم نعم متوفر وبدأ الفصل الماضي متوفر، لكن التقديم عن طريق كلية التربية، لكن التدريس عندنا، فهذا مسار في من المسارات الذي تم التعاون مع كل أقسام أخرى في الجامعة حتى تقدمها الكلية ك برضو خدمة لمسار مهم للتعليم العام. طيب، ما الفرق بين شهادة كلية الآداب الإنجليزية وكلية الترجمة ولغات الترجمة؟ طبعا تكلم أحد الزملاء فيها، طبعا كلية الآداب برضو يبقى قسم مهم ومهم جدا، ولكن هو طبعا في السنوات 4 سنوات، احنا 5 سنوات، هو اميل الى الادب، احنا لا نهيئه للترجمه. اوكي طيب، هل بامكان نتعلم هذا؟ جاوبنا عليه لاكثر لغه، لا طبعا، فقط اللي هو تخصص الرئيس والفرعي. طبعا هي نظام المستويات مقررات تأخذها، طبعا عندك 4 مستويات
اللي هي المهارات، مهارات اللغة التي تدرسها. نتحدث عن مهارة الاستماع، القراءة، الكتابة إلى آخره. تنتقل من بعد المهارات إلى مقررات المعارف اللي هي مداخل في اللسانيات والأسلوب والدلالة وإلى آخره. بعد ما تنتهي من المقررات هذه تنتقل للفرع الثالث وهو مقررات في التدريب على الترجمة، سواء الترجمة الكتابية أو الشفوية، هذه بشكل عام. يتخللها طبعا مقررات الفرعي ومتطلبات زي عرب وسلم. طيب طبعا برضه يتحدث عن تأثير شهادة اللغات والترجمة في التوظيف القطاع الخاص. أكرر أنه فعلا تبقى دائما مدى مهارة وتفوق الطالب في التخصص هي من توظفه في المقام الأول، فالمنافسة هي مدى مهارتك في التخصص. طبعا المعدل المطلوب تكلمنا عنه. طبعا اللي هو تكلم زميلك عن المسار التربوي، هذا اللي يتحدث عن في من يرغب في يعمل في التعليم في المدارس، هذا تكلمنا عنه. في المسار ممكن تلتحق عن طريق كلية التربية في المسار التربوي الإنجليزي بكلية اللغات والترجمة. طيب ما هو الفرق بين اللغة الإنجليزية واللغة الإنجليزية في الآداب، هذا تكلمنا عنه. طيب كما قال معدل تكلمنا عنه. و طبعا اختيار اللغه طبعا حسب نظام التخصيص في السنه التحضيريه، ممكن هم اللي يفيدونكم اكثر. عندما تدخل انت خياراتك تظهر، لما تدخل في كليه لغات الترجمه تظهر عندك اللغات المتاحه، وانت اضع اختياراتك 1 2 3 4 حسب اللغات اللي ترغبها. اوكي. الدراسات العليا في كليه لغات الترجمه طبعا عندنا قسم اللسانيات ودراسه الترجمه، هذا احنا الكليه الوحيده الذي عندها قسم معني بالدراسات العليا. وعندنا طبعا ماجستير الانجليزي، في ماجستير عفوا ماجستير اللغه الفرنسيه، ماجستير الانجليزي سيبدا باذن الله تعالى من السنه القادمه. في كذلك عندنا مسار اخر في الدراسات العليا اللي هو الدبلوم العالي المهني، بمعنى انك تتخصص بعد ما تحصل على البكالوريوس في مسار محدد، ترجمه طبيه او ترجمه قانونيه او ترجمه فوريه. هذا الذي فعلا تسعى الكليه ان شاء الله انها فعلا تبدا فيها من العام القادم باذن الله اذا مشت الامور الاداريه كما نرى. طبعا قلنا ان المرتبه هي المرتبه السابعه الدرجه الثالثه. اوكي. ليس من الضروري البرنامج التوأمة، أحد الزملاء هل من الضروري الدراسة في الخارج؟ ليس إلزامي، إحنا برضو نتركه اختياري للطالب، إحنا نفضل لأنه فعلا دراسة مهارات والثقافة اللغة في بلد اللغة أفضل بكثير ونتائجها كبيرة. ما هو مستقبل اللغة الفرنسية؟ دكتور صادق بس يعني أعطيهم فكرة. لا على الميكروفون يا دكتور. يعني والآن في أكثر من 40 مبتعث من خريجي اللغة الفرنسية خارج المملكة العربية.
يعني وظائف يعني فرص العمل متوفره جدا، لكن المساله في النهايه انت الكره في ملعبك انت، يعني اي انسان يجد ويجتهد يجد فرصه افضل. من ناحيه التوظيف اؤكد تماما ان فوق 90% من خريجي اللغه الفرنسيه توظفوا خلال عام، وهذا ليس مجامله، هذه حقيقه الاحصائيات. طيب نكرر انه فعلا برضو التوظيف يقوم على مدى تمكنك من التخصص، مهم جدا سواء في كلية اللغة الترجمة او اي تخصص اخر، لكن قد تكون اكبر مسؤولية اكثر جهد في كلية اللغة الترجمة، لان بالتالي هي مهنة مكشوفة، يعني حال الطب او اي تخصصات مهنية لانها تخصص مهني، فيجب فعلا انك تكون قوي في هذه اللغة حتى تستطيع فعلا أنك تنافس وتجد الوظيفة المناسبة، لكن مستقبلها واعد كبير والفرص متاحة كبيرة وأفضل من تخصصات كثيرة. طبعا السؤال النهائي، كم من متى يبدأ الابتعاث طبعا، وهل تكلف الجامعة، هل تتكفل الجامعة بمصروف الطالب وزوجة ولاده؟ طبعا يبدأ البرنامج من بعد ما تنتهي من المستوى الرابع، لابد أن تنهي المستوى الرابع فما دونه من مقررات، هذا إلزامي. الشيء الثاني لازم تطبق عليك المعايير الأخرى، منها المعدل، انضباطياتك، تقارير الأساتذة عنك، لأنه فعلا في بعض الطلاب فعلا لا يعي أهمية وفرصة ذهبية ما يدرس هناك، فنتيح فرصة للأكثر جدية. مسألة المرافقين هذه لا نستطيع نفتي فيها، لأنه فعلا لما تدرس هناك كيف ترضى أنك طالب أعزب ما عندك أي التزام عدا الطالبات، الطالبات لهم شان آخر. طيب أي سؤال قبل ما نترككم؟ تفضل دكتور، تفضل بعدين نرجع لك. معلش تعليق بسيط بس في مسألة التوظيف والمعرفة، فرانكفورت دي 5 فرانكفورت الدولي من اكبر المعارض الدوليه، روحوا هناك هتلاقوا اللي بيمثل المانيا، اللي بيمثل معرض فرانكفورت الدولي طلبه من عندنا من كليه اللغات والترجمه من برنامج اللغه الالمانيه من الساعه 5 للساعه 11، وبيشتغلوا وبياخدوا اجرهم باليورو وبيمثلوا معرض فرانكفورت الدولي وياخدوا اجر كويس جدا باليورو، يعني هم طلبه، يعني اذا فعلا هو بس مستواك هو اللي بيحدد. شكرا. طبعا اشكر الدكتور، ذكرني على حاجه مهمه، لما مثلا اعطي مثال انه فعلا فرص حتى الطلاب اثناء الدراسه ممكن فعلا يمارسون اللغه، معرض الرياض الدولي للكتاب، من ضيف الشرف؟ اسبانيا، وطلاب واساتذه البرنامج اللغه الاسبانيه هم اللي يشاركون وهم يساهمون المساهمه الكبرى في المعرض، هذه للمعلومية. طيب في سؤال ظاهر، تفضل في خلفك بعدين أنت، تفضل. نعم، قلنا 5 سنوات مدة البكالوريوس عندنا بما فيها سنة تحضيرية، تفضل. 4 غير التحضيرية. إيه طبعا في طلاب فعلا ما انطبقت عليهم الشروط وراح ودرس على حسابه، بس نقول له فين تروح؟ لما يروح في معهد خاص يروح لازم يكون في معهد جامعة معترف بها من الجامعات التي معترف بها الوزارة، ويحضر ما يثبت أنه درس من شهادات من درجات، وبرضه توصيف للمقررات للبرنامج المعني، يخضع أهل التدقيق والمقابلات، وقد يكون فيها اختبار لأن نختبر حتى الطلاب اللي يرجعوا من البرنامج، ويعمل لك معادلات ما عندك مشكلة. وفي طلاب فعلا اخذوا هذا المسار، لكن تعالوا ان شاء الله تروح على حساب الوزاره. تفضل. كملت مقاعد المقاعد، المقاعد اي عندنا 100 مقعد، اي عندنا 100 مقعد، لكن الطلب كبير جدا، تنافس كبير جدا. نعم تفضل. ما انا قلت يمكن ما ركزتوا معي، قلت عدا العبريه والفارسيه. اوكي طبعا اذا كان دكتور محمد عندك اي تعليق تفضل. هنا دكتور،
بسم الله الرحمن الرحيم. بالفعل لدينا الآن محاولات لابتعاث طلابنا إلى عدد من الجامعات الأمريكية نظرا لباب التخصص غير متاحة. فالمتاح الآن إن إحنا بدأنا في مراسلات بعض من المعاهد والجامعات الأمريكية حتى نرسل إليها بعض طلابنا لقضاء سنة في أمريكا. شكرا. طيب أشكركم جدا على هذا اللقاء اللطيف وأتمنى لكم مستقبل زاهر إن شاء الله. طبعا أشكر السنة التحضيرية سعادة الدكتور نامي عميد العمادة والزملاء القائمين على هذا البرنامج من زملاء الدكاترة والإداريين وطلاب. تفضل. استريح يا طارق. ختام شوي بس. التدريس أزيد وقتنا وها نحن نصل إياكم إلى ختام هذا اللقاء الماتع بوجود ضيوفنا ووجود. وقبل أن ننهي لقاءنا المبارك نلفت انتباهكم إلى الإفادة أكثر والإجابة على تساؤلاتكم بالتواصل خلال موقعنا.